مش عايز تاني يلا يلا مع السلامة. كفارة يا اخوي كفارة يا حبيبي. يا مريم بركلك بخير. اسكت يا ابو الضحك، الراجل بتاع الفرن طلع قال لي القصر ما صرفش علينا ولا ميلم، لا انا ولا مراتك. ما انا ما كنت تجيني سيب الدش كده ليه؟ ما انا ما كنتش عايز اعكر دمك يا اخويا، كفايه الشده اللي انت فيها. ولا يهمك، المهم انك خرجت لنا بالسلامه. ايه يا جمالات؟ ايه يا جمالات؟ ايه لازم يعرف كل حاجه؟ ايه يا جمالات؟ انت عارف طالي خايبه كده على طول. انت جميت الراجل اول ما خرج ابو الضحك هيعرف يتساعد ابو الضحك. جينا ضيف الطنجون هاخد لك قرشين، بطل هاخد لك قرشين يا حاج سيد، وانت بنفسك الدنيا هتفرق ايه؟ افرق السجن عن وقت الفرن، الراجل ده هيصب بيتك وابنك ومراتك، صامي يا حاج سيد، صامي يا حاج سيد. ما جاتش النهارده ليه يا جماعه بتوع الابراهيميه؟ الغسيل من تلت لوس للسقف. لو مزينه ما بتشتغلش غساله نمشي. لو النبي ما هو كنت هعمل ايه ده؟ قالوا لي وبعدين الواحد بلغى بلع البطاطس وقالت لي خد الفمين دول مرضيهم يعني عقبال ما تجيب بطين عشان الولد زور ولحم. النبي ما تظهرني كده، انا مش قد ظهري النبي. طب كنا هناكل منين؟ لا ما ينفعش نقول شغالة غسالة. لو النبي ما تقول كده، والنبي تهدى يا قدام، ما انت خرجت من السلام اهو، ده احنا هناكل من كبدك وهنبقى كل الفل. يا النبي ما تعمل كده، امان عليك. بص وشي ولا الولع بتجيلي. بص قاعد زي الملاك ازاي؟ سبحان الله يا ابو الدهب. شوف اول ما بصيت في وش الولا وشكرها ازاي. ليه يا ولا ايه يا ولا؟ مخلص خايف يا ولا؟ احنا ناقصين معلش. اصل هو على طول ما بيبطلش. انت تقعد حولك بقى، انت تخرج ايه من الصبح بدري تلف على المخابز ده؟ انت قد